بذكرى عشرة الفجر عودة الإمام الخميني الظافر إلى إيران، تقف إسرائيل وراء هجوم بمسيرات على منشأة عسكرية إيرانية. المبيعات الطائرات بدون طيار تغرق الحماس الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي، أبارك لكم قبل كل شيء ميلاد الأئمة المعصومين عليهم السلام، والذكريات الجميلة في التاريخ الإسلامي في شهر رجب المبارك، وخصوصا طبعا ميلاد ذكرى ميلاد الإمام علي، ولادة الإمام علي عليه السلام الذي قال: ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. أبارك لكم هذا اليوم، وأبارك لكم أيضا ذكرى العودة الظافرة الميمونة للإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، الإمام الخميني الذي عاد إلى طهران في الأول من فبراير 1979 ميلادي طبعا. و بعد ذلك تكللت الثورة الإسلامية بالانتصارات وبالنجاح، وذهب وسقط نظام الشاه غير مأسوف عليه على رحيله. الإمام الخميني مجيئه إلى طهران واستقباله من قبل الحشود المليونية، الحشود البشرية الهائلة، كان هذا الحدث بارزا جدا في التاريخ. لا يستطيع أحد ممن عاصره إلا وأن يقول أن هذا الحدث فريد من نوعه. عدد الناس الذين قدموا إلى استقباله وطريقة الاستقبال الجماهيرية الحشودية لم يلاحظها أحد، لم يشاهد مثلها أحد في تاريخنا المعاصر، إلا بعودة السيد المرجع الشهيد آية الله العظمى محمد باقر الحكيم قدس سره. سبحان الله، يعني نحن في شهر رجب نتحدث عن ذكرى عودة الإمام الخميني، وفي هذا الشهر أيضا ذكرى استشهاد السيد المرجع الإمام محمد باقر الحكيم قدس سره. وأنا أتحدث لكم من واقع معاصرتي للحدثين، ومن واقع متابعتي عاصرنا الحدثين مباشرة، ورأينا أن كيف تعاطت وسائل الإعلام العالمية مجبرة مضطرة مع عودة الإمام الخميني الظافرة. يعني مثلا على سبيل المثال، إحدى الإذاعات الأجنبية آنذاك كانت عندما تحدثت عن عودة الإمام قالت: روح الله، راديو مونتي كارلو، روح الله اسمه وحده يكفي ليثير الرعب في قلوب مناوئيه. عمل يعني حدث مميز. أقول هذا الحدث شاهدته أيضا في عودة المرجع الشهيد السيد محمد باقر الحكيم. وأنا شخصيا يعني كانت معي سيارة بث مباشر لقناة أبو ظبي آنذاك، ومعي مراسلين أجانب كثيرين، كلهم أذعنوا، خصوصا أولئك الذين عاصروا تلك الفترة، عاصروا مجيء الإمام الخميني. وعندما قمت ببث رسالة مباشرة، تقرير مباشر عن عودة الإمام السيد الشهيد محمد باقر الحكيم، ووصفتها بنفس العودة، بنفس تلك العودة، أولئك الحشود البشرية الذين استقبلوه، أيدني
معظم أولئك الذين كانوا معي في الاستقبال من الشلمشة، من البصرة إلى عدد من المدن اللي احنا تمكنا من مرافقة سماحة السيد الشهيد. وبعدين هو راح واستقبلوه في كل مدينة، أما في البصرة فحدث ولا حرج عن هذا الاستقبال الرائع. بالنسبة للإمام الخميني، لاحظتم جميعا كلكم الآن عندما تفتش في الأرشيف راح تشوف شلون الإمام نزل من الطائرة الفرنسية إير فرانس، وكيف كان معه الكابتن القبطان يعني ساعده في النزول. ويعني هم شفناها احنا على فكرة يعني في وقتها مباشرة، بعدين يعني بعد انتصار الثورة وبعد ما شنت الحرب على الجمهورية الإسلامية محاولة لإسقاط النظام الإسلامي الفتي، بدأوا يبثون بعض الإشاعات، والناس هم مغرضين يعني حتى إشاعاتهم هم تلد ميتة. مثلا واحدة من هذه الإشاعات أنا أود هنا أن أتحدث عنها باعتبارنا نحن نتحدث خارج الحدود، أنه والله الفرنسيين هم الذين جاءوا بالإمام الخميني، وأنه جاء على متن طائرة فرنسية، فإذا فرنسا دعمت ثورة الإمام الخميني. خلينا نوضح، عندما كان الإمام الخميني قدس سره الشريف في النجف الأشرف وقاد ما سمي آنذاك بثورة الكاسيت، كان يوجه رسائله عن طريق الكاسيت إلى داخل إيران، وكانت الجماهير والحشود المليونية تخرج تأييدا لخطاباته ضد الشاه السابق ونظامه. نجحت ثورة الكاسيت، حققت نتائج كبيرة ومبهرة، فاضطر الشاه إلى أن يستعين بصدام حسين، وبيناتهم اتفاقية معاهدة الجزائر عام 1975، هم للتذكير فقط شلون ركع وخضع صدام حسين للشاه ولطلباته آنذاك. فيقول لك احنا يعني ساعدونا في قضية انه امنعوا الامام الخميني من ان يتحدث ويستغل وجوده في العراق لتحريك الشارع في ايران. طلبوا منه البعثيون آنذاك بامر من صدام حسين، فالامام الخميني رفض. وهذه كلها موجودة، الوثائق موجودة، وحكيها صدام حسين على الهواء بالصوت والصورة. رفض الإمام الخميني أن ينصاع لما كان يريده صدام خاضعا للشاه، فطلبوا منه يخرج. وراح الإمام الخميني، كان يفترض أن يذهب إلى الكويت، لديه ممثل في الكويت المرحوم آية الله السيد عباس المهري، سوى له فيزا دعوة بأن يذهب إلى الكويت، وراح إلى الكويت. في الطريق منع من دخول الكويت، في الطريق على الحدود في منطقة صفوان منع من الدخول إلى الكويت. إيران والفرنس وفرنسا، إيران الشاه وفرنسا، هذا يجب أن تعرفوه إخواني، بيناتهم علاقات دبلوماسية وبيناتهم أيضا علاقات قنصلية. السفر يتم بين يعني مواطني البلدين بدون تأشيرة. يعني إمام الخميني كونه إيراني وعنده جنسية إيرانية، جواز إيراني، يستطيع أن يذهب إلى فرنسا بدون فيزا. فاختار فرنسا لأنها بدون فيزا. وعندما أراد أن يذهب إلى فرنسا سئل أيضا ماذا لو منعتك فرنسا من الدخول إلى أراضيها. طبعا فرنسا لا تستطيع من الناحية يعني فرنسا وحقوق الإنسان والثورة الفرنسية وهاي المزاعم المعروفة، لا يستطيعون أن يمنعوا الإمام الخميني من الدخول إلى أراضيهم، لكن ربما بسبب من الأسباب يمنعوه. فأعلن الإمام، وهي هاي كانت خطوة استباقية، يعني هذه ضربة رادعة للسلطات الفرنسية حتى ما تتخذ مثل هذا القرار لأنها ستصبح في وضع حرج. قال سأقود الثورة من مطار إلى مطار، لو في كل مطارات العالم أمنع من الدخول إلى البلدان أنا أبقى في المطار، ومن داخل المطارات أقود ثورتي. فقال لك أنا شنو بهالطلبة، يعني ليش احنا نمنعه يبقى في المطار ويسوي لنا مشكله وضجه؟ لا، خلي يدخل حتى نحتويه. لكنهم فشلوا عندما ذهب الى ضاحيه نوفل لوشاتو، ولحد الان توجد الاثار ومراسم احياء وجود المبارك في فرنسا، بالرغم من ان بعض اعداء الجمهوريه الاسلاميه ممن يسمون بالفارسي بالبرنداز
برانداز هاي يعني المتمردون الذين يطالبون باسقاط النظام، نظام الجمهوري الاسلامي، راحوا حتى هاي الصور الان الموجوده في لوفر لوشاتو ترعبهم، راحوا قبل ايام وشالوها ناس خاليه، الناس العاديين. فعندما جاء الامام الخميني الى طهران وكان معه مرافقون، وتذكرون جيدا البازار الايراني، تجار ايران كلهم اضربوا، كلهم مع الامام الخميني. فاللي اجى وياه ممن رافقه كل واحد دفع تذكرته. واكد قيمه التذكره لكل من رافق الامام الخميني دفعت من جيوبهم، وافتخار فخر لهم. ومن اللي ما يفتخر يكون مع الامام الخميني في طائره واحده؟ دفعوا تذكره وشنو كانت قيمتها انذاك؟ فمو والله طائره فرنسيه ومخابرات فرنسيه والدوله الفرنسيه، لا لا. وبعدين هذا القبطان أراد أن يحصل على شرف بابا. لو تدرون الفرنسيين آنذاك الناس شنو كانوا وكيف كانوا ينظرون إلى الإمام الخميني، ويباغون بالتلفزيونات ويشاهدون بالتلفزيونات. وأنا لدي ذكريات عديدة عن هذا الموضوع شخصيا، يعني شفت فرنسيين حدثوني في تلك الأيام قبل انتصار الثورة الإسلامية كيف كانوا ينظرون إلى الإمام، إلى هذه يعتبرونه معجزة إلهية. وقعت أقدامه أول ما وطأت أقدام قدماء الإمام الخميني أرض طهران، ذهب لزيارة قبور الشهداء في مقبرة جنة الزهراء، ومن هنالك أعلن بيانه المشهور: أنا الذي أعين الحكومة، أنا الذي أعين الحكومة بدعم من هذا الشعب. ولنا حول هذا أيضا إن شاء الله موضوع المقبولية والمشروعية كلام في حلقاتنا المقبلة من برنامج خارج الحدود، ابقوا معنا. إسرائيل وراء هجوم بمسيرات على منشأة عسكرية إيرانية في أصفهان. أحبائي طبعا بالنتيجة يعني أي حدث من هذا الموضوع يثير تساؤلات كثيرة، لكن نحن لا نريد أن نتحدث عن تفاصيل هذه القصة، تعرفوها كل زين، وتم تناولها في وسائل الإعلام كثيرا. يعني الأخوة في الجمهورية الإسلامية عثروا طبعا على بعض الوثائق فيما يتعلق بما تبقى من هذه الطائرات المسيرة التي تم ثلاثة وتم تحليلهن، وعرفوا أنه في العام 2018 أيضا كانت هنالك محاولة مماثلة استهداف هذا الموقع بالذات، لأنه فيه إنتاج لصواريخ ومعدات عسكرية. أقول أن مثل هذا الأمر يثير تساؤلات، هذه واحدة من هذه التساؤلات هو حتى إذا كانت إسرائيل مورة هذا العمل، فبالتأكيد أن إسرائيل يعني هذا الكيان الصهيوني اللقيط هو الذي هو المستفيد. منطقيا الآن الكيان الصهيوني يمر بأزمات داخلية كبيرة حادة جدا. عندما أقول حادة جدا أستعين فقط بمراكز الأبحاث الصهيونية، وتتحدث عن انقسامات مجتمعية خطيرة خطيرة داخل فلسطين المحتلة. وشفت أن هذه العملية جاءت مباشرة بعد عملية القدس البطولية، جاءت أيضا بعد تصريحات لرئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز الذي ذهب إلى إسرائيل إلى الكيان الصهيوني، وتحدث فيها عن تعاون مشترك يعني إسرائيلي أمريكي لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية. وجاءت بعد مناورات عسكرية أيضا مشتركة بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، قيل أنها يعني تحمل إشارات إلى إمكانية أن ربما تندلع حرب في المستقبل، أو إمكانية القيام بعمل عسكري ما ضد المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية. الحقيقة يعني هنالك ملابسات كثيرة حول هذا الموضوع، لكن ما يجب أن نتذكره دائما هو أن إيران ومعها حلفائها في محور المقاومة هم في حرب دائمة وجودية مع هذا الكيان الصهيوني. من الطبيعي جدا أن تحصل مثل هذه العمليات مع أنها فاشلة، وكرر أنها فاشلة وهم يعترفون أنها فاشلة، بس هي محاولة إيذائية، عملية إيذائية تتكرر باستمرار. لكن في نفس الوقت
هم يعني هم علينا أن نتذكر الطائرات المسيرة الإيرانية التي يطلقها حزب الله من لبنان، والتي تصل وتحلق السماء وفوق مفاعل ديمونة. هذه إشارة مو جديدة، من 2011 و2012 كانت هنالك طائرات مسيرة دائما توصل إلى داخل العمق الفلسطيني، في داخل فلسطين المحتلة، وخصوصا فوق المنشآت النووية الحساسة. وهذه رسالة. الرسالة شنو معناها؟ معناها نحن قادرون أن نصل إليكم. لكن في النتيجة من نجي نريد نبحث في الملابسات مرة أخرى، ونقول بأنه هذه أيضا رسالة أو رد فعل من الكيان الصهيوني على نجاحات إيران وحلفاء إيران، ليس فقط في فلسطين المحتلة بل في عموم المنطقة، وخصوصا فيما يتعلق بالاضطرابات الإيرانية. جد كبروا بالاضطرابات الإيرانية، الحكي ليل ونهار، بعدين اضطروا يعني بقنوات فضائية مع كل الأسف يعني تزعم أنها مهنية تبث باللغة الفارسية، لا مثلا في لندن آخر شيء ما عندهم شيء، سووا لهم بعد برنامج خاص الاضطرابات الليلية يسموها الاعتراضات الليلية. شنو الليلية؟ اثنين، واحد شخص يجي يصور نفسه ويقول مثلا الموت للجمهورية، تطلق له شعار الظلام ماكو شيء، أو يرمي له في الطلقة طلقتين وعلى أساس والله هذه اضطرابات والاضطرابات مستمرة، حتى يقولون هذه الاضطرابات مستمرة. أمريكا تيجي هي التي تفتعل هذه الاضطرابات معها الاتحاد الأوروبي، يجون يلعبون دور مزدوج، أمريكان يشددون، الأوروبيين شوية يستخدمون بعض الدبلوماسيات الناعمة، لكن في نفس الوقت أيضا يمارسون ما يسمونها بالعقوبات، وهي كلها غير مشروعة على إيران، بزعم والله أنها انتهكت حقوق الإنسان في قضية مهسا أميني. بعدين يريدون يحركون الشارع الإيراني حتى يقولون والله هذا الشارع الإيراني يحتاج إلى دعم، وإحنا ملتزمين وفق شعار حقوق الإنسان، وخاصة أن حكومة بايدن تزعم، يعني الحزب الديمقراطي الأمريكي، أحد أهم شعاراته هو حقوق الإنسان المنتهكة في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. فبهذه الذريعة هم يريدون أن يستفيدوا بأي شكل من الأشكال من إيران، من المنطقة، يمارسون الابتزاز في العراق، في دول أخرى في المنطقة، حتى شافوا يعني بعض حلفائهم مثل المملكة العربية السعودية، الكويت، ما عادوا يستمعون كما كانوا في السابق لما تفرضه عليهم الإدارة الأمريكية. ولاحظتم ذلك في موضوع التوجه الخليجي، يعني توجه المملكة العربية السعودية، الكويت، إلى روسيا وإلى الصين في الكثير من المفردات، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، وهذا الحزام والطريق وموضوع طريق الحرير. يقول لك احنا نختنق نموت إذا بقينا فقط على التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبقون يرشوها بالمال، يعني الأمن مقابل المال. لكن هذا الكيان اللقيط الذي يستعجل التصعيد مع الجمهورية الإسلامية هو أيضا يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح الدول الغربية ومصالح المملكة العربية السعودية حليفته، اللي كلهم فرحة والآن فرحة، وسائل الإعلام التابعة للسعودية ولدول في المنطقة مع كل الأسف، مع كل الأسف أقول، يفرحون والله شنو الكيان الصهيوني استهدف إيران. الله، وينكم أنتوا قبلة المسلمين؟ وين إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ وين الإسلام؟ ومو يعني إلا إذا كنتم أنتم وهم من جنس واحد ما يصير. ليش أقول يضرون بمصالحهم؟ لأنه الآن، وشفتوا هذه مذكرات مايك بومبيو في كتاب الأخير، وزير الخارجية السابق الأمريكي في إدارة ترامب، يقول الحرب في اليمن
نحن من نقودها والباقون مساعدون. يعني المملكة العربية السعودية تقود التحالف العربي في اليمن. يجي بومبيو طق بطق، بابا ما محتقريهم، يحتقرون من يسمونهم حلفائهم. وهذا درس انه في العراق ايضا، يقول الحرب في اليمن نحن نقودها، الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والباقي المشاركين هم مساعدون. حط تحتها ألف خط، مساعدون. الآن يريدون إحياء الهدنة. زين، وهذا العمل إذا صار، إذا ماذا لو حققت هذه العملية الفاشلة أهدافها؟ وماذا لو ردت إيران، مع أنني متيقن أن هي هذه العملية رد على ما قامت به إيران عن طريق حلفائها في فلسطين المحتلة؟ ولعلكم شاهدتم صور الصواريخ الإيرانية يتظاهر بها الفلسطينيون في داخل فلسطين المحتلة ويقولون هذه صواريخ إيران، بصواريخ إيران نضربكم. يريد يخرج من أزمة الداخلية بنيامين نتنياهو، يجي يفتعل هذا الحدث. اليمنيين هم يقعدون ساكتين، قالوا احنا هدنا ما هدنا ما في، احنا هم ممكن باكر هم مو بس نضرب المملكة العربية السعودية، لا لا لا، نضرب الكيان الصهيوني. وشفتم احد المسؤولين الكبار في المنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد أنور قرقاش، هذا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وعندهم علاقة مباشرة مع الكيان الصهيوني، عندهم اتفاقية إبراهيم أو بالعبري أبراهام، قالها بكل صراحة بعد هذه العملية الفاشلة على أصفهان، قال إن مستقبل المنطقة كلها في خطر. ما يعرفون كل الزين كيف يريد أن يستغل هذا الكيان الصهيوني، هاي ما تسمى باتفاقات إبراهام، لضرب. ما يقول لك أنا بعيد وإيران ما تضرب، لا، إيران توصل إيدها وعدها حلفاء. ومع كل ذلك إيران قالوها بكل صراحة، قالوا كل من يقف مع هذه الدولة الصهيونية غير الشرعية ويتعاون معها في موضوعات تتعلق بالاعتداء على إيران نحن نرد. وبس أذكركم بهذه المعلومة وأنهي هذا المحور. يوم السبت حصلت هذه الغارة الفاشلة على أصفهان، يوم الأحد يكشف التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في بيان رسمي عن وجود مناورة، مناورة ليش؟ شو هالتزامن؟ مناورة عسكرية في قاعدة عين الأسد. انتبه جيدا عزيزي، انتبه عزيزتي، في قاعدة عين الأسد. ويقول تم إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار لديها نوايا عدوانية، كانت تحلق فوق، جاءت في حجبة انتحارية على قاعدة عين الأسد. هذا شنو يعني؟ يعني أنه ربما يكون هذا رد، أو من الردود اللي يريدوه، مع أنني أقول الرد شغال، وهي هاي العملية جاءت رد على الانتصارات للجمهورية الإسلامية ولحلفائه. اثنين، هذا يدل على أن هنالك قوات أمريكية مقاتلة في العراق ولا تزال تقوم بمناورة. وشنو هالتزامن؟ ما لنا شغل بالنفي الأمريكي أن أمريكا غير متورطة. وما أريد أن أذكركم بالرسائل التي بعثتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزير الخارجية القطري، وقالها بلسان عربي مبين، قال نحن حملنا رسائل أمريكية إلى إيران، والله لا تردون، والله شوية انتبهوا. لا لا، المؤامرة شغالة، إسرائيل هذا الكيان اللقيط وبعض حلفائها. وبعدين مباشرة الخبر، شفتوا أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي اليهودي الصهيوني ذهب إلى تل أبيب إلى فلسطين المحتلة، وأعلن من جديد هاي البلتيقة، هاي الكليشة والأسطوانة المشروخة، لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي وكل الخيارات مطروحة على الطاولة. وهذا ما سنتناوله في المحور الثالث، ابقوا معنا. هل مبيعات الطائرات بدون طيار إلى روسيا
طبعا الطائرات الإيرانية، تغرق الحماس الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني؟ هذا سؤال قديم جديد نعيد تسليط الضوء عليه بعدما حصل مؤخرا في قضية الطائرات المسيرة التي استهدفت أصفهان، وكانت مجرد ثرثرة مسيراتية فوق سماء أصفهان، لكنها مفيدة. الإيرانيون استفادوا منها كما استفادوا من محاولة الهجوم السابقة في العام 2018، فعززوا من قدراتهم على مواجهة مثل هذه الهجمات، ولديهم المزيد. أحبائي، وزير الخارجية الروسي السيد لافروف، سيرجي لافروف، التقى بوزير الخارجية المصري يوم الثلاثاء وعقد مؤتمرا صحفيا، قال كلاما لافتا. هذا الكلام يأتي بعد التلميحات والتهديدات التي أطلقها توني بلينكين عندما زار فلسطين المحتلة، وتحدث عن أن كل الوسائل متاحة ومن ضمنها الوسائل العسكرية لمنع إيران من حيازة سلاح النووي. شو قال لافروف؟ لافروف أعرب عن قلق موسكو من التوترات بشأن إيران وسياسة الغرب لتدمير الاتفاق النووي. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري إن موسكو قلقة من التوترات حول إيران، وتعتبر مسار الغرب لإلغاء خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني خطأ. نعم، نحن قلقون من هذا الأمر ونعتقد أنه خطأ فادح من الغرب، وفي المقام الأول من جانب المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، وقد اتخذوا مسارا صريحا لإلغاء هذه الوثيقة المهمة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع. يتحدث عن الدول 5+1، طبعا الولايات المتحدة هي خارج، الآن صارت 4+1، يعني من أول خرجت من الاتفاق النووي وأرادت أن تعود، وأرسلت إشارات، حتى في رسالة وزير الخارجية القطري التي نقلها من الأمريكان ومن هؤلاء الأوروبيين يوم الأحد الماضي، أيضا ورد هذا أنه نحن راغبون في العودة إلى الاتفاق النووي. فألمانيا وفرنسا وبريطانيا، هاي الدول الثلاث الرئيسة، الآن يبدو كما يقول السيد لافروف، رغم التصريحات الإيجابية من منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وها قلت لكم الرسائل اللي دائما يبعثوها، يبدو يعني أنهم لا، ما يريدون هذا الاتفاق النووي حاليا. جاب إلى قير وبئس المصير. شنو يعني؟ الإيرانيين قالوا لهم طق بطق، قالوا لهم ويابا هاي من هددوا، والآن على فكرة قاعدين هم بعدهم يتحركون على موضوع أن يضعوا الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. قال لهم السيد عبد الله هيان، احنا عندنا خيارات عديدة للرد عليكم. اولا، واحدة منهم احتمال ان ننسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، وهذا حقنا، واكو اصوات كثيرة في داخل ايران تحث على الانسحاب من الاتفاق النووي. واشار لافروف، دولة عظمى في المجلس الامن الدولي، عضو في مجلس الامن الدولي، اشار الى ان مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يعني الدول 5 الدائمة العضوية والعشرة اللي تتناوبون بالإجماع، يوم 20 تموز
و15 صوتوا على الاتفاق النووي اللي سموها خطة العمل الشاملة المشتركة، هذا اسمها الرسمي. زين، قال لافروف: هذه التصرفات من قبل الغرب تعني شيئا واحدا فقط، انهم يفضلون تحدي قرارات مجلس الامن الدولي واختيار الاعمال العدوانيه بما في ذلك استخدام القوه العسكريه. وركز ايضا، قال اذا كانوا فعلا هم يريدون منع ايران من حيازه سلاح نووي، اذا كانوا يريدون بالفعل ذلك، يقولون اعلى قياده دينيه في ايران حرمت استخدام وحيازة السلاح النووي، مشير طبعا يشير إلى فتوى السيد الإمام علي خامنئي حفظه الله. وقال أيضا، يقول: لقد أصدرت القيادة الدينية الإيرانية منذ فترة طويلة فتوى تحظر تطوير أسلحة نووية، إذا كان أي شخص لا يزال لديه شكوك حول هذا الأمر، بالإضافة إلى الفتوى، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة تنص على إجراء التحقق الأكثر صرامة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي مقارنة بالقواعد الموجودة فيما يتعلق بأي دولة أخرى. يعني مع إيران قواعد أكثر صرامة، بينما حتى مع الكيان الصهيوني هذه القواعد أصلا ما موجودة. أما الدول الأخرى لا، مثل كوريا الشمالية اللي طلعت أساسا من معاهدة الحد من الانتشار النووي، والآن كلام جدي يجري في داخل إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي. هسه بعد لا أكو رقابة دورية أو حسب الطلب، ولا رقابة يسموها وفق البروتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش مباغت للمنشآت النووية الإيرانية، ويعني معناها أنه ما يرد يعني هو بيسخر منهم، يقول بس انتم منا تحجون تقولون احنا ما نريد هذا الاتفاق النووي، في نفس الوقت يجون شي يقولون ايران وصلت الى عتبه 90% في تخصيب اليورانيوم. يعني خلاص، يعني بكره تصير دوله نوويه. هسه هم ممكن يريدون يجدون مبررات للقيام بعمل عسكري ما لن يفلحوا به ابدا لاسباب لها علاقه اللوجستية بالمنطقة، تفاصيل كثيرة نحكي بها في المستقبل. بس هم الآن يبدو شي يريدون، أنا اللي أفكر فيه، هم يريدون الآن اتفاق بسيط مؤقت بين إيران وبين دول الغرب، أنه إيران تسمح لهم بالتفتيش باستمرار ويرفعون حظر جزئي عن بعض العقوبات اللي هي شغالة. يعني انت منا ترفع حظر ومنا جاي تفرض حظر، ومبرراتهم كثيرة، هم يوجدون مبرر حتى يفرضون ما يسمونها بالعقوبات التي يجب ان تفرض عليهم وعلى الجمهورية الإسلامية. وهذا كل احبائي، هذا يعني ان المنطقة اذا وضعوا الحرس الثوري على قائمة المنظمات الارهابية، وحكيناها في اللقاء الماضي، اذا فرضوا عقوبات مشددة، إذا قاموا بعمل عسكري وتطورت هاي عملية إصفهان الفاشلة إلى عملية أكثر عدائية، إيران ترد، إيران راح تعتبر كل الأمريكيين وكل الأوروبيين ومن يتحالف معها أهدافا مشروعة. إيران وعدها حلفائها، وها الآن تشوفون روسيا جاي تشعر بأن ويعترفون جيدا، يقولون يعني روسيا ليش تتحالف الآن مع إيران؟ هو السبب اللي يزعمون هم شو يقولون الأوروبيين. أنا شفت تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز في بريطانيا، يقول الأوروبيين والغربيين عموما مو غاضبين لأن والله إيران انتهكت حقوق الإنسان فيما يسمى بقضية مهسا أميني، لا لا، هم غاضبين لشغلة هم افتعلوها، لأن إيران تدعم روسيا في أوكرانيا، تقدم لها مبيعات الأسلحة، يعني يقدموا لهم طائرات مسيرة، وأكو حديث عن صواريخ باليستية ها أيضا، يعني يتحدثون أنه يمكن أن تقدم إلى من الجمهورية الإسلامية إلى روسيا.
وهذا يعتبرونه، هم يعتبروه يعني إذا فعلا حصلت مثل هذه المبيعات يعتبروا انتهاك للقرار 2231 اللي ذكرته قبل قليل، والذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع فيما يتعلق بالاتفاق أنه الذي يحظر على إيران حتى أكتوبر القادم أن تقوم ببيع أسلحة أو تعمل في تجارة الصواريخ بشكل خاص. لنفترض جدلا هذا صحيح، مع أن إيران قالوا لهم للأوروبيين، قالوا إحنا ما متدخلين في الموضوع الأوكراني وإحنا موقفنا على الحياد. ممكن الآن يوقفون مثل هذه المبيعات إلى نهاية أكتوبر، وذاك الوقت تعال يلا شوف دبر حالك. بعدين تصريحات مستشار الرئيس الأوكراني حول هذه العملية الفاشلة في أصفهان كانت تشير إلى تورط أوكراني مباشر في هذه العملية. الإيرانيين هم قالوا لهم يابا من الآن فصاعدا إذا أنتم بالفعل تريدون تكونون ضالعين مع الكيان الصهيوني في مثل هذه العمليات سيتغير موقفنا من الصراع الجاري في أوكرانيا. وهذا له دلالات كبيرة، وهذه الدلالات واحدة من آثارها ومن تبعاتها أنها تجعل منطقتنا والعراق على كف عفريت. ايش لازم نسوي؟ هذا ما يتعين على الأخوة في الإطار وفي حكومة السيد محمد الشيع السوداني، التحرك فورا لنزع فتيل التوتر في المنطقة عن طريق العمل الدبلوماسي الجاد، واستخدام أيضا الموقع العراقي الجيوسياسي، العراق في الجيوسياسية، الوضع الاقتصادي. العراق قوي اقتصاديا، ها اترك هاي الأزمة اللي افتعلوها في موضوع الدولار. العراق من الدول المهمة في سوق الطاقة العالمية، ولا بإمكانه أن يفعل المزيد.